السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم جوجل بارد او شات جي بي تي او اي حاجة من ادوات الذكاء الاصطناعي اللي تقدر تعمل معاها شات اللي هي معتمدة على اللارج لانجوج بحيث ان انت تعمل معاها شات. طيب انا دلوقتي هاجي هنا وابدا اساله في حاجة، مثلا انا بيب مانجر وطول عمري شغال ببرنامج معين وطلب مني ان اشتغل ببرنامج تاني، وانا البرنامج التاني ده مش عارفه. ف مثلا برنامج الاركيكاد، انا شغلت اركيكاد لكن في لغه برمجه جواه انا ما شغلتش بيها، فاقول له ايه؟ ما هي لغه البرمجه جي دي ال؟ تمام. طيب هيبدا بقى يقول لي ويشرحها لي والحاجات دي كلها. جيومتريك ديسكريبشن لانجويج، لغه برمجه بتستخدم في الاركيكاد بشكل اساسي في مجال التصميم ونموذجه. طيب اريد امثله، خلي بالك انا قلت له امثله، فهو ممكن يعمل حاجه من الاثنين، يا اما يجيب لي امثله ممكن اللغه دي تستخدم في ايه، او يديني مثال عملي اللغه مثلا ازاي ترسم مثلا مستطيل وحاجات زي كده. اريد امثله. طيب انا ما قلتلوش امثله على ايه، بس هو عنده ذاكره فاهم الاخر محادثه فبيكمل، فبدا يجيب لي اه تمام. طيب في نقطه هنا هصلحها، انا هنا قايل له خلي الكلام كله بالعربي، فاقول له لا خليه بالانجليزي عشان الكود يبقى مظبوط ما يترجمش الكود. تمام. فاقول له اريد امثله، ممكن تكتب له بالانجليزي بالعربي زي ما انت عايز. تمام. انا مش عارف هل هو هيبقى العربي ولا لا، بس الاضمن ان احنا نخليه يكتبها بالانجليزي. فجاب لك شويه امثله اهوت. ما هي مجالات استخدام جي دي ال؟ او انا ما رضيتش اختار بايثون او اختار الداينامو او اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنستخدمها، لا انا مختار حاجات بالنسبه لي ما شغلش فيها ما فهمش فيها. تمام. فبدا يكتب لي كل حاجه بالشكل دوت. تمام. اكتب لي كود للتصدير من الارشيكات بصيغه جي دي ال او برنامج الجي دي ال، فانا عايز يصدره لي، انا المفروض اقول اي اف سي مش مشكله. طيب هيبدا يكتب لك كود عشان تصدر. تمام. العلامه دي، العلامه التعجب دي معناها ان ده تعريف، ما تدخلوش معاك. تمام. طيب نروح بقى لغه ثانيه، مثلا لغه انا كنت شرحتها قبل كده في كتاب اسمها لغه الاوتوليسب، دي في الاوتوكاد. ما هي لغه الاوتوليسب؟ تمام. خلينا نشوفها بالعربي مفيش مشكله، لان انا كنت ببرمج بيها حاجات كتيره في الاوتوكاد. تمام. طيب ممكن اقول له ايه؟ اعطيني امثله من اللغه. هو مش هيقول عربي ولا لغه عربي ولا انجليزي، هو بيتكلم على لغه الاوتوليزم، هو المحادثه لسه مسجله عنده. ماشي. كتب لي كود كوماند لين وليست لنقطه البدايه ونقطه النهايه، نقطه البدايه 00 ونقطه النهايه 10 او 10 مش مشكله. طيب وهكذا يبدأ بقى يديك شوية رسومات. تمام. تقدر تاخد الكود ده وتروح للأوتوكاد وتقول له شغل لي الليسب دوت يشتغل معاك، أو تسيف في ملف خارجي.